بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة تعلن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالكوليرا في مناطق شمال غربي سوريا إلى 664 إصابة. إصابة 70 طفلاً بحالات تسمم غذائي في عدة قرى وبلدات بريف الرقة جراء تناولهم سكاكر وأطعمة منتهية الصلاحية. مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا توثق وجود 3075 معتقلاً فلسطينياً في سجون سلطة الأسد بعد تحديث بياناتهم. يقتل حافظ الفلاح قيادي في الفرقة الرابعة التابعة لقوات سلطة الأسد برصاص مسلحين مجهولين في مدينة الصنمين شمالي درعا. توقف رحلات النقل من كراج محافظة اللاذقية إلى المحافظات الأخرى بسبب نقص المحروقات وفق صحيفة الوطن الموالية. المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل ويربرغ يؤكد أن عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا لا يمكن أن تكون قسرية بسبب الظروف غير المناسبة في البلاد وغياب الحل السياسي.